هادشي باش معنا ما غنديروش البلد ديال العلف ديال الحولية ديال الفصة كدير ما بين 70 درهم 80 درهم والفوراج ما بين 50 60 وهذا الشيء اللي كاين البلد ديال 38 درهم 25 هذا زاد حيت الفصة مع الماء حيت الفصة كان الفصة والفوراج غير مع الماء الفصة كتسقى بالبوطة وبالثمن وبالشتاء جفاف مالكم كان العام مزيان كيما مالف يكون هذا الشيء موجود ورخيص ومرافق في الثمن ولكن راه جا داك الشيء من عند الله تبارك وتعالى كيشرو عندنا الكسابة وبالنسبة لهاد الوجبة ديال العيد تيبداو يشريو الناس اللي كيديو حوالها كيجي يدي 6 كيلو 10 كيلو بالا باش يوصل بها الحولية ديال العيد هادشي اللي كاين وحنا كنشريو عند الفلاحة ما كنمشيوش نشريو شي حاجة ديال اللوذين كنشريو عند الفلاحة وكاين الفلاح اللي كيكون رطب شوية راه كتشري معاه مع المساعدة وكاين اللي قاصح راه كتجيب الفياج ربما تربع فيه ربما تبيعيه باش شريتيه هادشي اللي كاين العلف الثمن اللي كان به باقي فيه ما زيدش غير العيد الحولي هو اللي زيد 1000 درهم اي العلف ديالها كاين فيه واحد شويه زياده اما بالنسبه للتبان والفصه والفراج ما تزادوش باقي في الثمن ديال كاين زياده في شمندر في نخاله في الفول في شي حاجه ديال اللوذين كاين فيها زياده هو هادشي اللي كاين شويه هي هاد دابا من دابا للعيد هذا غادي يكون تحرك شويه هاد الناس يبداو يجمعوا في اللي عنده شي حوله في الفيرما يجيبوا للدار غيشري ليه العلف واللي باقي ما شراش غادي يمشي يشري هاد الثلاث ايام اللي باقاو ولا اربع ايام هي اللي غيكون فيها الرواج هما اللي الغنم تما مسيرين بزاف هاد العام مسيرين بزاف زايده عليهم تقريبا واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم في الحولي زياده ديال العالف وديال الصاير وديال والحولي اخويا ما نعرف الحولي غالي المليح داير الثمن الذاكر على 4000 درهم والفوق حتى ل 8000 الا بغيتي حاجه مزيانه هادشي اللي كاين